أنا سامي من فوزي أكاديمي. النهاردة أنا هتكلم عن نقطتين في الفيديو ده، وأرجو أنكم تستمروا في مشاهدته حتى الآن. النقطتين هما الباي أند هولد، اللي هو أنك تشتري وتحتفظ باللي اشتريته، يعني وفي ناس مع وفي ناس ضد. النقطة التانية اللي هي العركة اللي ما بين التحليل الأساسي والتحليل الفني، كأن في عركة بين أهلي والزمالك. مفيش عركة بين الأهلي والزمالك ولا بين التحليل الفني والتحليل الأساسي، دول سمنا على حسن. طيب تمام. النقطة الأولانية هي الباي أند هولد، في ناس مع وناس ضد زي ما بقول، والناس اللي مع الحكاية دي عندهم أسباب وجيهة هنناقشها ونتكلم فيها. هما بيقولوا احنا ليه نتابع السوق ونتابع الاسعار، وده يستهلك وقتنا خاصة لو احنا مشغولين. طيب اوكي، وكمان هندفع كوميشن عالية وضرائب عالية، لان في تعامل ضريبي يختلف ما بين المستثمر اللي بيقعد فترة طويلة وتعامل ضريبي تاني للي هو بيبيع ويشتري باستمرار. بالنسبة لبرة او الدول الغربية او السوق في الغرب، الكوميشن بقت زيرو. انت بتشتغل اونلاين، محدش بيعمل لك حاجة، الكوميشن زيرو. لو جيت بقى في بلاد تانية حلو، الكوميشن مش زيرو، ده حاجة جميلة قوي. عندك كوميشن بيقول لك 5 في الـ1000، يعني انا اجي اشتري ادفع للسمسار 5 في الـ1000. ليه يا بابا؟ واجي ابيع ادفع كمان 5 في الـ1000، يبقى انا كاش اشتريت دفعت 5 في الـ1000، بعت دفعت كمان 5 في الـ1000 عشان استرد نفس الكاش مره تانية. يبقى انا دفعت كام كده؟ دفعت 10 في الـ1000. الـ10 في الـ1000 يعني كام؟ يعني 1%. 1% مش بس 1%، ده في اكسبنسز تانية، المقاصه وحاجات كتيره كده في البيع والشراء، يبقى هتبقى بكام؟ يبقى 1% دي هتزيد، ممكن تبقى 1.25، هنقوله 1% يا سيدي. طب انا السوق عبارة عن 52 اسبوع، لو افترضنا انهم 52 شغالين مفيش اجازات، لو بعت عملت 25 عملية، يعني عشان ارجع تاني الكاش 5 ابيع واشتري، يبقى انا حصل ايه؟ يبقى انا دفعت 25% من رأس مالي. طب انا هكسب كام يا جماعة الخير عشان ادفع لكم انتم يا اللي ما عملتوش حاجة؟ ادفع لكم 25% وانتم ما عملتوش حاجة، طب انا اكسب كام؟ اكسب 50% على فلوسي عشان ادفع لكم انتم 25 وانا اخد 25؟ فاللي بيقول الباي اند هولد عنده حق. لكن دلوقتي والحمد لله في شركات بدأت تعمل اللي هي الكوميشن زيرو، انه السمسار يبقى زيرو، انت بتشتغل اونلاين، لكن عايزين يلفوا لفه ثانيه ويقول لك هتدفع اشتراك ومش اشتراك. لما نيجي نفكر بطريقه اللي هم بيقول لك باي اند هولد، بيقول لك انت كده كده قاعد في السهم، والسهم كده كده هيزيد سعره. الطبيعي يا جماعه ان السهم فعلا يزيد سعره زيه زي اي حاجة تانية. ليه يزيد؟ ليه اي انسان يعني السهم زي كائن حي؟ لان اللي بيدير السهم ده عبارة عن شركة، والشركة بتديرها بشر، فهي زي الكائن الحي. انك انت لو في بداية حياتك مش هتبقى بعد زي بعد 20 سنة، دخلك هيزيد، علاقاتك بتزيد، فبالتالي الشركة كده بتنجح بتتوسع، الدخلها بيزيد، وبالتالي سعرها في السوق بيزيد، ده الطبيعي. ولكن طيب ايه اللي بيحصل في الانهيارات؟ يعني بيقولوا ان الاسواق فعاله، جميل، طب ليه بتحصل انهيارات؟ لازم تعرف انك انت لو كنت من اللي بيشتروا ويحتفظوا، لو انت كنت سنه 29 عامل كده، انت كنت هتلاقي نفسك محتاج 20 سنه عشان ترجع فلوسك تاني. لو انت حاطط 100,000 دولار سنه 29 وحصل انهيار كبير والكساد الكبير، محتاج تستنى لسنه 50 عشان تاخدهم تاني،
وقيمه الدولار مختلفه في ساعتها. طيب تمام، لازم تعرف ان السوق انهار حوالي 14 مره من بعد الحرب العالميه الثانيه. يعني عندك الداو جونز وقع فيهم 20%، سنه 2000 وقع الستاندر اند بور 50% على مدار فتره زمنيه. يعني انت لو حاطط فلوسك كنت هتعمل ايه يا ريس؟ كنت محتاج تكسب 100% عشان ترجع فلوسك تاني. اذا الشراء والاحتفاظ عمليه غير مضمونه، وقلنا الاسواق مش فعاله، والدليل يعني دايما بيقول لك الاسواق فعاله، يعني السعر اللي موجود في السوق ده هو بيشمل كل المعلومات. جميل جدا، ولكن انا مش هتفق معاك تماما بدليل ان بتحصل بابلز قاعات وبيحصل انهيارات في السوق. والحقيقه الناس الاقتصاديين بيشوفوا، خلي بالك انت بتشتري في السوق اوكشن يعني مزاد. احنا بطبيعتنا لو شفتوا المزاد حتى على فيلا او شقه او محل او بتاع، بتكتشف بعد ما خدته انك انت خدته بسعر عالي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاوكشن نفسه الظروف بتاعته بتعلي السعر. طيب تبص تلاقي ان ممكن تعمل اخطاء في التفكير وفي التقييم، ممكن يكون في ثقه مفرطه. اذا رغم ان السوق في الغالب بتحكمه مؤسسه لكنها بتقع في الغلط، وده اللي بيسبب الفقاعات اللي بنشوفها دايما موجوده في السوق والانهيار. طب جميل جدا، نيجي بقى نتكلم في النقطة التانية اللي هي العركة اللي ما بين الزمالك والأهلي، أو التحليل الأساسي والتحليل الفني. بس طبعا دول سمنة على عسل، ما مش متعاركين ولا حاجة، هو في مفاهيم احنا عايزين نصححها. ازاي؟ بالنسبة للمحلل الفني أو التاجر اللي بيشتري كمحلل فني، هو بيدخل يشتري علشان يحقق ربح، مش علشان ان ده البوك سيفنج بتاعه، دفتر توفير. لكن المستثمر لا، بيشتري وبيحتفظ وما يبيعش ابدا. يبيع امتى؟ مضطر او حصلت كارثه. كارثه بقى، السوق وقع يلاقي نفسه خسر 75%. اذا ده معناه ان هو عشان يعوض خسائره محتاج يكسب 300% عشان يرجع تاني في المية. طيب زي ما قلنا، التداول بالتحليل الفني انت بتبيع وتشتري والاثنين عندك سيان. الحالتين انت واحد، التحليل الفني القرار بيكون على الشاشة، القرار بتاخده برامج الكمبيوتر، القرار بتاخده الرسم البياني اللي بتشوفه وبتشوف نقطة. لكن لا يجب ان ده يكون الوحيد. ليه؟ لان لو شفت المحللين الفنيين بيشتغلوا ازاي، بيجيبوا قائمة او لستة بأسماء الشركات ويشوفوها من الناحية الأساسية، وياخدوا أفضل 10 في الناحية الأساسية. يعني هما بيطمنوا على أرباح الشركة، بيطمنوا على مبيعات الشركة، بيطمنوا على الكاش فلو بتاع الشركة، على قوة المؤسسات اللي شارية في الشركة، وياخدوا الليستة دي يتعاملوا معها فنيا. يعني ايه؟ يبصوا بقى أفضل نقطة شراء إمتى هتحصل إمتى، مين فيهم اللي عنده نقطة شراء كويسة دلوقتي ويشتروا، مين فيهم اللي عنده نقطة بيع كويسة ويبيعه، ما في شورت سيلينج في الأسواق. يبقى إذن ده معناه إيه؟ إنهم برضو المحللين الفنيين لا، بيشتغلوا بالتحليل الأساسي، إن الاتنين مش أعداء يا جماعة. التحليل الفني التحليل الأساسي ليسوا أعداء. المستثمرين كمان بيستخدموا التحليل الفني. إزاي؟ هتقول لي إزاي؟ المستثمرين بيستخدموا التحليل الفني، يعني لو واحد مشتري مثلا سهم مثلا ابل او جوجل او ايا كانوا محتفظ بيه، ساعات السهم يقع ينزل 10% او ينزل بتاع في فتره، يدخل ويشتري. ليه؟ عشان يحسن الاسعار بتاعته، يحسن متوسطات السعر. ما دي عمليه فنيه. ساعات السعر يعلى جدا، يدخل يبيع جزء من الاسهم بتاعه عشان يشتريها ويقعد. يبقى الراجل بيعمل ايه؟ بيشتغل فني اهو، بس هو
ما عندوش وقت يتابع بحيث يبقى فني كومبليتلي، بيشتغلوا بالطريقه دي. عندي سهم مطمن له مرتاح له، جنرال موتورز، كوكاكولا، ايا كان، ماكدونالدز، ايا كان، وانا بقول اسهم يعني كده اسماء على سبيل المثال. بعد كده يبيع ويشتري فيه جواه، لو عنده اربع خمس اسهم يشوف مين الراكد ويبيعه، ويبيع فيه ويشتري من اللي شغال وبيدر عليه. فده عملية. اذا عايزين نطلع من الكلام ده ان التحليل الفني والتحليل الاساسي ما هماش اعداء، الاثنين بيندمجوا مع بعض، بيستخدموا مع بعض. المحللين الفنيين بيستخدموا التحليل الاساسي، والمستثمرين بيستخدموا التحليل الفني. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واشوفكم على خير في فيديو اخر. ويسعدني انكم تشتركوا في القناة وتشاركوا هذا الفيديو وتكتبوا كومنتات وتحطوا اعجابكم بالفيديو.